شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الثور بشهر شباط فبراير من عام 2020؟ عزيزي الثور ببعض الأحيان ولو كانت السنة كتير منيحة بيصعب عليك التعامل مع بعض المهل أو المفاجآت يلي بتطرأ بمجالك المهني، خاصة بالنص الأول من الشهر. بتدير وضع مهني بدون مساعدة بتتلقيها من قبل المحيطين، أو أنت هيك بتشعر أنك وحيد بالساحة، عم بتزقف بيدين لحالهم بدون مساعدة، بتتحمل بعض المسؤوليات ولكن بعناء كبير. يمكن يفرض عليك الوضع الفلكي بعض الصبر، خاصة إذا تقدمت بأفكار بتلاقيها مجدية. لازم طبعاً تشتغل بطريقة هادئة جداً وتتعامل مع الآخرين بدون ما تكون كتير عم بتعظم الأمور، حتى ولو اضطررت في بعض الأحيان إلى اللامبالاة بغض النظر عن كل شيء عم بيعملوه أو عم بيقولوه. بتحتاج لمؤازرة بعض الفئات، نعم هالفئات اللي بتشتغل معك حتى تنفذ مشروع بتلاقيه أنت مناسب. لحسن الحظ إنه كوكب مارس يلي بيدخل لبرج توراق بمثلك، يعني الجدي بتاريخ 16، بيدعم مشاريعك بشكل جيد وبيزيل عنك الهموم يلي ممكن تتراكم بالنص الأول. هالشي بيعزز قدرتك على المواجهة وفرض النفس بكل المجالات. لا شك إنه في ثلاث كواكب عم بتساندك، هي جوبيتر، ميركور، ونبتون، ما تنسى، وهالشي طوال السنة بالإضافة لساتورن يلي هو مستقر ببرج الجدي من السنة الماضية. بتبلش دورة من الحظ بتساعدك على إحداث تعديلات وتغييرات حلمت فيها طويلة، بس مثل ما قلت لك يمكن تضطر تنطر لتاريخ 16، حيث بتصير الأمور بشكل متناغم مع مخططاتك، ويمكن تحرز ربح غير منتظر أو تروح بسفر مفيد جدا. كوكب ميركور بيتراجع بالنص الثاني، ودايما مع تراجعه بيشوش عليك الأمور أو بيتحدث عن تأخير وتأجيل لعملية مالية لبعض مواليد الثور، وبخص منهم مواليد الدائرة الأولى. حذر من ارتكاب أخطاء بالتقدير رغم الأجواء الواعدة يلي بيشير لها الفلك. عاطفيا اتكل على الأسبوع الأول يلي هو أكثر وعد وبيحمل مفاجآت وأوضاع مشوقة. بتتبدل الأمور بعد هالشي وبتخيبك علاقة معينة أو بتضطر لطوي صفحة. كوكب فينوس ببرج الحمل ابتداء من الأسبوع الثاني بيفرض عليك إعادة النظر ببعض العلاقات وبيجعلك تنتظر لقاء شخص من جديد. بيطول الانتظار عزيزي الثور، يعني يمكن ما يصير اللي بدك إياه، حتى بتشتد أزمة مع الزوج أو مع الحبيب. بيحتم عليك القبر الصبر وعدم اتخاذ القرار بهالأثناء. يمكن تميل لمغامرات بتصير الشكوك أو تتحمس لشخص ما بيتجاوب معك أو بحيرك، وتحاول اجتياح عالمه وبتجي ردات الفعل سلبية، أو بتكتشف إنك مش بالمكان المناسب أو مع الشخص المناسب. ربما بتميل إلى شخص ما فيك ترتبط فيه بسبب وضعه الاجتماعي أو يمكن بسبب وضعك. بتوق للوحدة ربما، وبيجذبك شخص من جنسية مختلفة أو من دين آخر. بتعيش بعض الصعوبات مع من بيثير فضولك بعلمه وثقافته أو منصبه. بتتعثر الأمور لشوي، أول يومين بيكونوا كتير مناسبين على الصعيد العاطفي والمالي، ويمكن تتلقى مكافأة مهنية وتقدير على عمل لإلك